قامت مديريه الصحه بمحافظه دمياط بالتعاون مع جامعه دمياط بتنظيم قافله طبيه للكشف على الطلبه والعاملين في الجامعه من خلال مبادره 100 يوم صحه، والتي تقدم خدماتها للمواطنين مجانا. كما اقيم على هامش القافله ندوه توعويه كبرى بمناسبه اليوم العالمي للتوعيه بمرض سرطان الصدر، والذي ياتي ضمن المبادرات الرئاسيه، وشارك فيها عشرات الطالبات وتمت توعيتهن من خلال اطباء متخصصين في مجال سرطان الثدي. بدعو كل مواطن مصري يشارك في مبادرة 100 يوم صحة، لأن الدولة هي اللي خارجة بكل ما تمتلكه من إمكانات سواء مادية أو بشرية على أساس الحفاظ على صحة المواطن المصري. انتشار في عمل الندوات التوعوية الخاصة بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية وخاصة سرطان الثدي، ونحن هنا في جامعة دمياط والتي تحتوي على أعداد كبيرة من الطالبات في السن أو العمر المستهدف الخاص بسرطان الثدي. عندنا النهاردة مبادرة الكشف عن الضغط والسكر، والكشف عن الاعتلال الكلوي، والكشف عن دلالات الأورام. المبادرة كمان موجود عندنا جزء مهم جدا في المبادرة اللي هي خاصة بالفحص الذاتي لاكتشاف سرطان الثدي. قافلة طبية فيها كشف عن أمراض الضغط والسكر ووظائف كلاوي. أنا جيت النهاردة طبعا الجماعة هنا استقبلونا استقبال كويس جدا، وعملوا لنا الكشف الدوري بتاعنا ده، والحمد لله الواحد اطمن على صحته. جيت النهاردة شفت وقست الضغط وكويسين يعني، وقست للضغط وكلى، وشافيت وظائف الكلى والسكر وكلى، وقالت لي انت تروح المستشفى وتصرف لي علاج منك وكلى يعني. المبادره دي كويسه لانها فيها حاجات كتير قوي، يعني مثلا في حاجه اسمها الكشف المبكر، ده هي اللي بتعمله المبادره دي. انا شايفه ان المبادره كويسه جدا لان الورم منتشر الفتره دي جدا، يعني ناس كتير عندها الورم، فزودوا لنا اهميه التوعيه بالورم، وازاي نكتشف ان احنا عندنا، وازاي ننشر الوعي اكتر.